السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا في موضوع اليوم سنتقاسم وصفة لتبييض المؤخرة. نعم، هي لتبييض المؤخرة. نعرف أن هذا الجزء مهم جدا في جسد المرأة بحيث يمنحها أنوثة أكثر ويجعل تقاسيم جسمها تبدو بشكل جميل ومتناسق، لذلك يجب الاهتمام بهذه المنطقة أيضا، فهي جزء لا يتجزأ من الجسم، حيث نجد أن بعض السيدات يعتنين بالوجه، باليدين، بالرجلين ويهملن هذه المنطقة. كما تعرفون هذه المنطقة تكون معرضة للعديد من المشاكل، منها الحبوب والبقع وغيرها، نظرا لأن هذه المنطقة لا تحصل على تهوية كافية، إضافة إلى أن بعض السيدات يرتدين ملابس مصنوعة من أقمشة ليست جيدة، يعني ليست قطنية ولا تمتص الرطوبة، أو على العكس تزيد من هذا المشكل، وبالتالي قد تظهر حبوب وقد تظهر مشاكل أخرى. وهذه الحبوب أيضا عند فركها أو محاولة إزالتها تترك بقع داكنة وغير جيدة على المنطقة، إضافة إلى أن كثرة الجلوس تسبب أيضا انغراز الشعر تحت الجلد أو عدم خروجه للخارج، يبقى تحت الجلد ويسبب مشكل وظهور حبوب وتقيحات في هذه المنطقة، وبالتالي تظهر بقع. إذن اليوم سنعمل وصفة رائعة جدا ستعمل على تبييض المنطقة وإزالة كل التصبغات، إضافة إلى أنها ستقضي على الحبوب وتمنع ظهورها مستقبلا. إذن لعمل وصفتنا سنحتاج لمكونات سهلة والكل يمكنه إيجادها في مطبخه بالضبط. إذن سنحتاج لدقيق الشوفان، يمكنكم أيضا استعمال دقيق القمح، دقيق الحمص لكم الاختيار. دقيق الشوفان سأستعمله لأنه دقيق رائع جدا ولطيف على البشرة، يعني قريب من تركيبة البشرة، إضافة إلى أنه يهدئها ويغذيها. سأحتاج أيضا إلى الكركم. الكركم من التوابل المعروفة جدا، يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، يقضي على الجراثيم والبكتيريا، وله العديد من الاستعمالات، وأشهرها أنه مبيض رائع جدا جدا للبشرة، يعطي تفتيح أكثر من رائع رغم لونه الأصفر. يمكنكم أن تقولوا أن الكركم يصبغ، لكن في الحقيقة هو يصبغ قليلا، ولكن حسب درجة استعماله، رغم صبغته الرائعة واللون المميز إلا أنه يبيض البشرة ويقضي على كل التصبغات. سأحتاج أيضا للطماطم. الطماطم غنية جدا بفيتامين سي، وهي من أقوى المبيضات الرائعة جدا للبشرة. سأحتاج إلى مكون آخر وهو السكر. السكر أيضا ينظف البشرة ويخلصها من الشوائب، كما أنه يعالج الخطوط الدقيقة ويصفي البشرة ويمنح النضارة للجلد، على وزن على أنه سيعالج البقع الداكنة. إذن هذه هي التركيبة التي سنستعملها لعمل خلطتنا لتبييض هذه المنطقة الحساسة. إذن بعد أن حصلنا على عصير الطماطم سنخلط الآن المكونات. إذن سأضع عصير الطماطم، يمكنكم عمل كمية أكبر، وسأضيف تقريبا ملعقة كبيرة مملوءة من دقيق الشوفان، وسأضيف هنا أيضا لدي ملعقة صغيرة من الكركم، ثم سأضيف السكر،
سأضيف فقط ملعقة صغيرة من السكر. اختاروا سكر يكون ذو حبوب غليظة نوعا ما حتى يساعدنا في عمل تقشير للبشرة. وطبعا نخلط جيدا حتى نحصل على ماسك متجانس بلون جميل لون الكركم. نترك هذا الماسك ليرتاح قليلا لمدة 5 دقائق بعد خلطه جيدا. إذا بعد مرور 5 دقائق تأخذون من هذا الخليط عند رغبتكم بعمل دش أو حمام، تقومون بالأخذ منها وتقومون بوضعه على منطقة المؤخرة مع الفرك جيدا. تستمرون بالفرك على كامل المؤخرة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك تتركون الماسك عليها لمدة 10 دقائق أخرى. يمكنكم عمل هذا الماسك مرتان إلى 3 في الأسبوع أو عند كل مرة ترغبون بعمل حمام أو دش. ستلاحظون فرق كبير جدا بحيث تتخلصون من الحبوب المزعجة ومن البتور التي تترك البقع. وفي حال كنتم تعانون من بقع وتصبغات داكنة على المؤخرة ستلاحظون أنها ستختفي شيئا فشيئا ابتداء من الاستعمال الثالث. هذه الخلطة قوية جدا وستدمر كل التصبغات وكل البقع التي تشوه المؤخرة. يمكنكم عملها المدة التي ترغبون بها حتى تقضوا على كل التصبغات وتحصلوا على مؤخرة ناعمة وبيضاء. هي آمنة وطبيعية 100% والمكونات رائعة جدا. طبعا بعد عمل الماسك الذي عملنا أولا، بعده طبعا بعد تجفيف المنطقة يجب ترطيبها جيدا. لذلك سنحتاج لزيت جوز الهند، يمكنكم استعمال أي نوعية وطبعا أي ماركة أخرى. سأحتاج أيضا للقليل من ماء الورد وسأحتاج لزيت الورد. إذا زيت الكوكو رائع جدا لتبييض البشرة ولتنعيمها. أيضا ماء الورد غني بالمعادن والفيتامينات التي ستساعد وتغذي المنطقة، وأيضا زيت الورد مبيض رائع للمنطقة ويحفظ ترطيبها. طبعا قمت بوضع زيت جوز الهند، هو متجمد لأننا في الفصل البارد، وضعته في هذا الكاس لأني سأقوم بتسخين الكل في حمام مريم. سأضيف إليه زيت الورد، لدي هنا ملعقة كبيرة، سأضيف ملعقة صغيرة من زيت الورد، ثم سأضيف للكل القليل من ماء الورد، نصف ملعقة فقط، ثم سنسخن الكل في حمام مريم. بعد أن ذابت المكونات أصبحت سائلة بهذا الشكل، سنضعها في قارورة زجاجية لنحتفظ بها. طبعا عندما ستبرد ستصبح جامدة، أي على شكل كريم يعني صلبة. وفي كل مرة بعد عمل هذا المقشر وحتى يوميا يمكن اتخاذها كمرطب يومي. تقومون بالأخذ القليل منها، أنتم اعملوا كمية أكبر، طبعا جربوها وفي حال أعجبتكم اعملوا كمية أكبر. بعد عمل المقشر تقومون بالأخذ من هذا الكريم ودهن المنطقة. يمكنكم أيضا دهن مناطق أخرى، يعني مناطق حساسة أخرى كالركب بين الفخذين وغيرها من المناطق. هي رائعة جدا ومرطبة، يمكنكم أيضا استعمالها حتى للأيدي، لما لا. إذن هذا هو الكريم. إذن هاتي هي خلطتنا لليوم. وطبعا قبل ذلك لا تنسوا أن العناية ببشرة المؤخرة تكون بالتقشير والترطيب كما قمنا، يعني استعملنا ماسك ومقشر في نفس الوقت وأيضا مرطب لهذه المنطقة. فالتقشير طبعا كما قلنا إما يكون بالليفة أيضا على طريقة الحمام المغربي، هذه الطريقة فعالة جدا وتزيل الخلايا الميتة المتراكمة والتي من شأنها أن تؤدي لظهور الحبوب، أو بمقشرات أو خلطات طبيعية كما عملنا بهذا المقشر. والترطيب الدائم للمؤخرة يمنع تكون القشرة البرتقالية أيضا، يعني في حال لم تقوموا بتقشير تجدون أن المنطقة أصبحت بها
حبيبات، وهذا يعطي ملمس غير ناعم ويصبح الجلد مثل جلد البرتقالة. وطبعا للحصول على مؤخرة ناعمة ورطبة يجب أيضا اختيار ملابس قطنية وحريرية، لأن التي تحتوي على البوليستر كما قلنا أو أنواع أخرى من الأقمشة تؤدي للحساسية والأحمرار ومن ثم لظهور السواد. وطبعا لا تنسوا لباس يعني ملابس تكون فضفاضة نوعا ما حتى تسمح بتهوية المكان. إذا هذه هي وصفتنا لليوم، مقشر وماسك في نفس الوقت ومرطب، كلها من مواد طبيعية آمنة لا ضرر فيها. أتمنى أن تفيدكم وتنال إعجابكم، جربوها واكتبوا لي تعليق في حال جربتموها وكيف وجدتموها، هل أعطتكم نتيجة أم لا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركن. ولا تنسوا زيارة صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة وانضموا للجروب على الفيسبوك، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة. شكرا على دعمكم وعلى انضمامكم لقناة مفتاح الحياة.